الدكتور أماني الطويل أيضا زميلة أستاذنا هاني رسلان لفترة طويلة، وبنسعد بوجودها معنا النهاردة. أهلا بحضرتك مستشار طبعا مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أولا بقاء لله وتعزينا لحضرتك، وعايزين نوضح للجمهور قيمة باحث بحجم هاني رسلان. أهلا بك يا أستاذ حسام، وشكرا الله سعيكم، شكرا على تعزيكم. الحقيقة هاني رسلان يعني قيمة كبيرة وله بصمة يعني لا تعوض على المستوى الإنساني. هو إنسان يعني نبيل في أخلاقه، يحمل سمات أهل الصعيد، شريف في خلافاته، يعني رجل الحقيقة يعني حلو متباحث في علمه أيضا، حلو المعشر زي ما بيقولوا، ومساند لكل من يعرفه. وكباحث طبعا هو يعني نقدر نقول ان هو من اهم الباحثين في الشؤون الافريقية عامة، في الشأن السوداني خاصة. يعني انفق الكثير من عمره على مدى 30 سنة في متابعة الشأن السوداني والقيام بالدراسات فيه والتنبيه لعمق العلاقات المصرية السودانية والدفاع عن هذه العلاقات حينما يعني يحدث ما يشوبها. كان باحث نابه الحقيقة، له العديد من المؤلفات في إطار يعني إصدارات مركز الأهرام للدراسات والكراسات الاستراتيجية، في إطار التقرير الاستراتيجي العربي يصدره المركز سنويا، في إطار التعامل والتفاعل مع مراكز الأبحاث السودانية والعربية والعالمية. كل ده الحقيقة من مآثر هاني رسلان، كان يتسم بالدقة وبالعمق في شغله وبالاستقامة أيضا. بالتأكيد هو مدافع شرس عن يعني قضايا مصر الوطنية، عن حقوقها. وصف بأنه من حراس النيل من جانب الكثير من يعني أصدقائه وتلاميذه ومريديه، وله علاقات واسعة الحقيقة خصوصا في السودان. ويعني أقدر أقول أن مكتبه هو في مركز الأهرام، يعني هو ملتقى لكل السودانيين القادمين إلى مصر، يعني بيزوروا مكتبه ومكتبي، ويعني بؤر الضوء الحقيقة أقدر أقول في مصر فيما يتعلق بالاهتمام بالشأن الأفريقي والشأن السوداني. مرة تانية احنا بنعزيك وبنعزي أنفسنا ونعزي المصريين وفاة واحد من أهم باحثينا في الشأن الإفريقي، ابن وادي النيل، الأستاذ هاني رسلان.